إلى ذلك أكد عدد من المواطنين على أن المجتمع البحريني على قدر كبير من الوعي بكافة الإجراءات التي وضعتها اللجنة التنسيقية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأن المجتمع البحريني يدرك مدى أهمية تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها من أجل سلامة الجميع. قرارات حكيمة أطلقتها اللجنة التنسيقية برئاسة سموه ولي العهد حفظه الله ورعاه، قابلتها ثقة مطلقة ووعي كامل بضرورة العمل بتلك التوجيهات لما لها من دور كبير في منع انتشار فيروس كورونا. فأبناء البحرين بمختلف أعمارهم وأطيافهم يؤكدون على أن كل قرار تتخذه الحكومة يصب بشكل مباشر في مصلحة الشعب. ولي العهد فضل الله، وفضله هو حامينا، واحنا الحمد لله هو يقول لنا واحنا نسوي، يعني نلتزم. مثل الحين انا بروحي في البيت بس ملتزمه، اروح شويه اسوي اغراضي وارجع، بس يعني انا ما اشوف كل البحرينيين ملتزمين. انا ما اشوف يعني احد الا يقضي شغله ويرجع. مجتمع البحرين مجتمع واعي من قبل مو توه، رغم تاثره بهاي الازمه، لكن يعني من خلال تكاتفهم، من خلال وقفتهم ويا بعض، صرنا نشوفهم مجتمع يعني ما في مثله صراحة. يعني حافظوا على سلامة نفسهم، خففوا الطلعات، خففوا الروحات والييات. المعرفة بالمرض ومدى خطورته على الإنسان وضعت على عاتق المواطن والمقيم ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حال الاشتباه بالمرض، فما كان منهم إلا أن قاموا بحمل الأمانة، فبادر المخالطون بالإبلاغ عن أنفسهم لحماية أهل البحرين من تفشي المرض فيما بينهم. أصبح الفرد اليوم واعي، الفرد البحريني، ولا سمح الله لو حس بأي أعراض عنده رقم الاتصال اللي خلوه 444، راح بنفسه هو راح يبادر ويتصل ويبلغ الجهات إنه بالأعراض اللي فيه، إنه بالفعل إنه هما بلغوا عن نفسهم، تم الاتصال ان احنا كذا 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 فينا. يعني من خلال ثقافة الوعي اللي موجودة في المجتمع البحريني، اغلب الناس لما يكون عندهم اعراض او احتمال حتى انه خالط شخص يبلغ عن نفسه، والارقام تشهد بالناس اللي بلغت عن نفسها، لان هي تخاف على نفسها، تخاف على عيالها، تخاف على اهلها، على مجتمعها، على الناس اللي حواليها. أبناء البحرين يعيشون حياة مليئة بالأخبار والمعلومات المتنوعة يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها صحيح والبعض الآخر شائعات مغرضة يقوم بصدها ثلة من المواطنين الواعين بمخاطر نشرها. وخاصة بعد انتقال الإشاعات ذي تسوي رعب بين الناس، يكبر الخوف بين الناس، فهذه مو بحلال. المفروض أي واحد توصل له إشاعة خلاص ديليت، ما يريد ينشرها. في هذا التوقيت أصبح الجميع يؤمن بأن التحديات التي خلفها انتشار الفيروس لن تنجلي إلا بتكاتف الجميع. في ظل تنامي الوعي المجتمعي حول آلية التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية، نجد أن المواطن البحريني قادر على التكيف مع مختلف الظروف لما يتمتع به من ثقافة عالية وقدر كبير من المسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه. هولا القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.